قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم إن الحكومة تلقت 500 مليون دولار أول دفعة من منحة سعودية يبلغ إجماليها 2.5 مليار دولار. كان مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس الماضي موافقته على اتفاق منحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينها.